هل تتخيل إن في كائن صغير في البحر يقدر يضرب بسرعة أقوى من الرصاصة؟ كائن طوله لا يزيد عن 20 سنتي، بس ممكن يكسر صدفة سلطعون أو حتى زجاج حوت سمك بضربة واحدة. ده مش خيال علمي، لأ، ده الجمبري الملاكم، أو زي ما العلماء بيسموه أودونتوداكتيلوس سكيلاروس، الروبيان الصرعوف الطاووسي. الجمبري ده تحفة فنية من صنع ربنا، ألوانه زاهية كأنه لوحة طاووس بتتحرك تحت المية، أخضر، أزرق، أحمر وبرتقالي، وبيعيش في أعماق المحيط الهادئ والهندي ما بين الصخور والشعاب المرجانية. بس خليك عارف إن الكائن الجميل ده مش ودود خالص، ده مقاتل عنيف جدا، وأي حاجة تقترب من منطقته عدو لازم يتضرب. هنا هتقوم معركة طاحنة بينه وبين سلطعون أو كابوريا داخل حوض سمك، والأكيد إنه هيقوم بتكسير عظام السلطعون وتدميره. خلينا نشوف مع بعض ونستمتع بهذه المغامرة. السلطعون بيحاول إنه يهرب، لكن مع هذا المفترس مفيش مهرب ولا مفر. السر الحقيقي وراء قوة ضربته اللكمة الخارقة. الجمبري الملاكم عنده نوعين من المخالب، نوع بيمسك الفريسة، والنوع التاني هو سلاح الدمار الشامل بتاعه. الضربة بتاعته بتحصل في أجزاء من الثانية بسرعة توصل ل80 كيلومتر في الساعة، وده بيخليها أسرع ضربة في عالم الحيوان كله. الطاقة الناتجة بتكفي إنها تكسر صدفة محار صلبة، وأحياناً بتولد فقاعة حرارية بتوصل حرارتها ل4000 درجة مئوية، يعني تقريباً زي حرارة سطح الشمس. عيون هذا الكائن. الجمبري الملاكم عنده أعقد عيون في الكوكب كله. البشر عندهم 3 مستقبلات للألوان، إنما الجمبري ده عنده 16 نوع مختلف، يعني بيشوف ألوان إحنا حتى ما نقدرش نتخيلها، وبيشوف الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء في نفس الوقت. كل عين بتتحرك لوحدها وبتحلل العمق واللون والاتجاه بدقة مذهلة، وده بيديله قدرة خارقة على تحديد مكان الفريسة قبل ما تضربه. حتى غذائه المفضل السرطانات والقواقع والمحار، بيضربها بمخالبه القوية يكسرها نصين وياخد الوجبة بكل هدوء، وعشان كده بيسموه أحياناً القاتل الصامت تحت المية. والأغرب من كل ده إن العلماء بيدرسوا الجمبري ده علشان يصمموا مواد خارقة ضد الكسر، وأزرعوا روبوتات قادرة تتحرك بسرعة ودقة زيه بالظبط. في النهاية من كائن صغير في قاع البحر، قدر الجمبري الملاكم يعلم العلماء معنى القوة الحقيقية في عالم الميكانيكا الحيوية. جمال قاتل وسرعة خارقة ونظام بصري ملوس مثيل، ده ببساطة الوحش الجميل اللي ربنا خلقه تحت الأمواج. لو عجبك المحتوى ادعمونا بلايك واشتراك في القناة. سلام.